يعني انا عايز اخد من كلام نيرفانا طبعا عن ماتشات الزمالك، وابدا بماتش كره القدم بماتش طلائع الجيش، واتكلم عن يعني خلونا نتكلم عن شكل المنافسه من البدايه لحد النهايه، عشان بس في بعض الناس اللي ممكن تتصور ان البطوله حسمت لفريق او لاخر بمجرد تعثر طبعا لده او لده. خلونا نضرب مثل بحاجه جميله جدا كلنا بنتابعها كلنا بنتفرج عليها ويعني على طول متابعينها، وهي الدوري الانجليزي. الحقيقه انه كلنا شايفين الصراع الرهيب على لقب البريمير ليج بين المان سيتي وبين ليفربول. ناس كتير جدا مع نهايه الدور الاول قالت ان المان سيتي مع جوارديولا تقريبا خلاص كده حسموا البطوله، لان كان وقتها فارق النقاط وصل ل 8 و9 نقاط. لكن واضح كده ان ليفربول ومدربهم يورجن كلوب كان عندهم راي تاني خالص. هم لعبوا ودافعوا عن اسم ناديهم الكبير في اوروبا وفي العالم كله، طبعا اسم نادي كبير حقق الدوري الانجليزي اكتر من 20 مره، وحقق لقب دوري ابطال اوروبا 6 مرات، وربما طبعا يعني بعد ايام يبقوا 7 القاب. فريق ليفربول طبعا فريق عنده بطولات كتير جدا في كاس الاتحاد، كاس الرابطه، ده غير تاريخه العظيم والمشرف طبعا، او التاريخ العظيم والمشرف للريدز. عشان كده هم لعبوا لاخر نفس، مش مهم ما فكروش وقتها هم ايه الماتشات اللي كسبوها ايه الماتشات اللي خسروها، هم لعبوا لاخر نفس عشان يكملوا، لان الموسم طبعا في بطولات كتير غير الدوري، وبكره كمان في بطولات وفي منافسات كتير جدا. ليفربول دفعوا بقوة عن تاريخ ناديهم لحد ما وصلت الأمور إن هم دلوقتي عندهم فرصة في الفوز بالبطولة، حتى لو كانت فرصهم في الفوز ضعيفة، لكن هم عملوا اللي عليهم، عملوا اللي عليهم والزيادة، كملوا لحد آخر حاجة، وصلوا لآخر مباراة طبعا بدون ما مانشستر سيتي يحسم الدوري ده، غير إن هم كمان وصلوا نهائي أمجد البطولات القارية طبعا دوري الأبطال، كمان كسبوا من كام يوم بطولة كأس الاتحاد وكأس الرابطة طبعا من تشيلسي. فده كان مثال كنت حابة أعرفه للناس، عشان بس الناس اللي بتطلع تقول البطوله خلاص حسم، لا، هي لسه المشوار طويل، لازم الواحد يكمل لحد اخر نفس وما يبصش على غيره. بصي، هو في امثله كتيره جدا الحقيقه انجي، يعني انا مبسوطه من كلامك ده، وبالقياس على كلامك ده اللي انا عارفه ان هو بيرفع كل درجات الحماس عند لعيبه الزمالك، احنا بنرمي الامثله دي او بنقول الامثله دي عشان خاطر نعرفكم يعني ايه روح منافسه. يعني عايزة أروح كمان للمنافسة الرهيبة اللي بيشهدها الدوري الإيطالي بالتحديد ما بين القطبين ميلان وإنتر ميلان، واللي وصلت للمرحلة الأخيرة من غير برضو ما فريق فيهم يحسم البطولة. اللي تابع المنافسات من البداية هيشوف أنه مع نهاية الدور الأول كان الإنتر متقدم السباق، وكمان البعض رشحه أنه هو يكسب الدوري، لكن نفس الكلام اللي قالته إنجي على ليفربول ومدربهم يورجن كلوب حصل مع ميلان والمدير الرياضي للفريق الاسم الكبير جدا طبعا باولو مادليني، واللي دافع مع كتيبه اللعيبه عن اسم كيان عريق حقق الدور او الدوري الايطالي 18 مره، حقق كمان دوري ابطال اوروبا 7 مرات. عشان كده هم لعبوا بكل قوه لغايه ما وصلوا للنهايه، بعد ما كانوا متاخرين في الترتيب بقوا اول الدوري بفرق نقطتين عن انتر ميلان، ولغايه الجوله الاخيره محدش برضو عارف مين هيكسب الدوري الإيطالي. الجميل بقى كمان ان الانتر بنجومه بعد ما اتاخروا في الترتيب اخر جولتين ما رموش الفوطه كده زي ما بيقولوا بلغه المصارعه، كملوا في المنافسه على بطوله الكاس وكسبوا يوفنتوس في النهائي 4-2، بقوا ابطال ايطاليا. حتى لو خسروا الدوري في النهايه هيكونوا قدام نفسهم وقدام جماهيرهم، وحطوا تحت جماهيرهم دي 100 خط عملوا اللي عليهم، وده نفس الكلام اللي بينطبق على المنافس الثاني ايس ميلان. احنا ليه بنقول الكلام ده او الغرض من كلامنا ده ايه؟ هو كلامنا موجه طبعا للاعيبه الزمالك ومدربهم مستر فيريرا. التاريخ بينصف الزمالك وفي مسابقات كتيره جدا الحقيقه، يعني انتوا عندكم بدل الفرصه 10 انكم تكملوا المشوار للنهايه حتى لو حصل تعثر او اتنين. زي ما قلت قبل كده وزي ما بقول دايما، الكوره مكسب وخساره، يعني مش معقول عشان خاطر انت متصدر الدوري هقعد اقول لك ما ينفعش تخسر ولا ماتش، افضل مكمل في المكسب. لا، انا طبيعي، اي حد طبيعي وبيتكلم في الكوره وبيفهم فيها يعرف انه لا، انت شويه لو قعدت مثلا 4 5 ماتشات بتكسب اكيد السادس هيبقى فيه خساره. بس اللي انا كنت بتكلم فيه هو خساره بشكل كويس، خساره بطعم ان انا عارفه ان الخساره دي مش هتتكرر تاني، لكن خساره امبي للاسف ما كانتش بالطعم ده ولا بالاداء ده. فاتمنى ان كلامنا ده يكون وصل بالشكل اللي احنا عايزين نوصله بيه، وان احنا عايزين روح المنافسه تفضل موجوده. مش معنى ان انت تعثرت مره ان احنا هنكمل ده، لا، البطل بيقع
وبيقوم، عشان كده احنا مستنيين النهارده القومة اللي احنا بنتكلم عليها. عارفه يا نيرفانا، على ذكر برضو روح المنافسه، يعني من بدايه المشوار لحد نهايته فكرتيني بحاجات كتير، فكرتيني مواسم كتير وبطولات كتير الزمالك وقتها كمل فيها من البدايه لحد النهايه، كملنا المشوار لحد ما كانت النهايه كمان كانت نهايه زملكاويه سعيده. يعني خلينا نفتكر كده مع بعض من الذاكره، طبعا الدوريات اللي فزنا فيها في النهايه، بنتكلم عن 2003، بنتكلم عن دوري 2015، بطوله الكونفدراليه في 2019، السوبر الافريقي والمصري في 2020، واخر حاجه كانت الموسم اللي فات لقب دوري 2021. في حاجات كتير غيرها كان اساسها الاصرار من البدايه لحد النهايه. وعلى فكره مبدا التنافس مبدا موجود عند الجميع، يعني المنافس برضو كمان عنده اكيد مبدا التنافس وحقق كمان بطولات، لانه كان وقتها كان عنده دافع وكان عايز يحافظ على حلمه وعلى تقدمه. انديه كتير في مصر وبره مصر التشكيله بتاعتهم الحقيقه مش اقوى حاجه وعندهم مشاكل اداريه كتير، لكن عندهم حاجه مهمه جدا دافعوا عنها وكملوا للاخر، وهي فكره الاصرار على النجاح. فاللي انا عايزه اقوله لك حاجه، انه اهم حاجه انه المتقدم ما يضمنش تقدمه، لانه ده ممكن يحصل اي تعثر في اي وقت، والمتعثر او الاقل برضو ما يحسش ان هو خلاص. دي فكره التنافس، ان الواحد دايما يكون عنده مبدا ان انا عايز اوصل لحلمي. المهم ان احنا دلوقتي متقدمين، احنا عايزين نفضل محافظين على ده في الثاني، ان احنا نفرح كل الجماهير الزملكاويه. اتمنى ان النهارده زي ما انجي قالت نشوف رد فعل قوي، يعني رد فعل قوي من لعيبة الزمالك. أنا عارفة إن برنامجنا بيوصل للعيبة الفريق، لأن السوشيال ميديا كده كده بتنقل كل حاجة ومش بتخبي أي حاجة، فأنا عارفة إن كلامنا ده بيوصل، بس اللي أنا بتمنى إن هو يوصل بالشكل اللي إحنا عاوزينه. المنافس النهارده مش سهل يا جماعة، فرقة طلاع الجيش يا جماعة، إحنا طلعنا قلنا الكلام ده على إمتى، هو ما كانش سهل وكان عنيد، المرة دي إحنا بنطلع نقول هو مش سهل بس من حتة تانية. طلاع الجيش عنده خبرات بالمواجهات الكبيرة، وآخر ماتشات ليهم تعادلوا مع الأهلي وكسبوا الاسماعيلي، كسبوا كمان سيراميكا كليوباترا. خط هجومهم مش احسن حاجه يمكن، لكن خط الدفاع قوي جدا، ثالث اقوى خط دفاع في المسابقه، دخل مرماهم 14 هدف، وده على فكره ده اقل مننا، احنا دخل مرمانا 18 هدف. فاحنا عندنا كمان ايه، انا بقول ان هم اقوى خط دفاع في المسابقه، احنا بقى عندنا مشاكل دفاعيه واضحه جدا. كمان طبعا معاهم مدرب بيعرف يقفل الملعب كويس قوي، كابتن طارق العشري، اتمنى نكون موفقين ونستغل انصاف الفرص في التسجيل. عايزه اقول لك على حاجه كمان يا نيرفانا، انه احنا امبارح اتكلمنا عن، يعني انا وانت، عن فكره ضغط الماتشات وضغط المباريات والتلاحم اللي بيحصل، وان دي حاجه طبعا اتكلمنا في ان دي حاجه بتحصل في مصر اخر 3 مواسم ولسه مكمله. طيب امبارح اتحاد الكوره اعلن عن موعد 30 اغسطس لنهايه ماتشات الدوري، واكيد هيكون لنا كلام في فقره الخبر عن مواعيد ماتشات الزمالك. كمان تم الاعلان بشكل نهائي عن موعد ماتشات كاس مصر القديم والجديد، هنلعب مع اسوان يوم 23 مايو في استاد المقاولين العرب، كمان هنلعب مع الداخليه يوم 13 يونيو في مسابقه الكاس الجديد طبعا على استاد القاهره. نختلف او نتفق على موضوع الجدول وعلى موضوع مواعيد المباريات، يعني صعبه ويعني هيكون في ضغط كبير، لكن في النهايه خلينا نقول ان دي فتره مضغوطه جدا واحنا عارفين دوت، فاحنا مطلوب فيها ان احنا نركز بشكل كبير جدا على الجميع ان هم يركزوا على قد ما يقدروا، ان شاء الله نقدر ان احنا نخرج من الموسم الصعب دوت ومن الضغوطات دي واحنا ابطال. ولسه قايلين، يعني لسه قايلين من شويه كنت مفكراهم باكتر من موسم صعب وحزن بالظبط في الاخر. يعني احنا لسه قايلين الامثله دي يا جماعه عشان تديكوا كده ايه دفعه معنويه. انا عارفه ان الفتره دي فيها ضغوطات كتيره قوي، فيها مشاكل كتيره قوي الحقيقه.